بالتأكيد كلنا لسه محتاجين نشوف بين السطور فك جزء من يعني طريقة الإطلالة اللي الرئيس طل علينا بيها مع المخرجة ساندرا نشأت. ولكن قبل ما هطلع للفاصل بس عايزة أقول، هل يا ترى يعني بعد ما سمعتوا ربما برامج كتيرة جدا لماذا ساندرا نشأت، هل لسه أنتم محتاجين يبقى عندكم إجابة للسؤال ده؟ خلونا بطريقة بين السطور نجاوب السؤال ده قبل ما نروح لتحليل مضمون يعني حديث الرئيس نفسه. أعتقد أنه لازم كلنا نبقى فاكرين كويس قوي أن ساندرا نشأت في الفترة الرئاسية الأولى، وكان كلنا طالعين من 30 يونيو عندنا طاقات إيجابية كبيرة وعايزين نشتغل، هي اختارت إنها تشتغل بأدواتها، وكان أول أدواتها هو الفيلم اللي عملته، والفيلم ده بحلم، والفيلم كان عبارة عن نقل رسائل ورغبات المواطن المصري للرئيس اللي جاي بعد ثورة 30 يونيو، وحملت بنفسها أحلام المصريين وحطتها قدام هذا الرئيس اللي تم تكليفه لإدارة شؤون البلاد في لحظة حرجة جدا. علشان كده بس عايزاكم تفتكروا ساندرا منهجها ايه، بتشتغل ازاي، والفيلم ده كان هو اندفاعها او طريقة تقديم نفسها للمرحلة اللي احنا بنعيشها دلوقتي، علشان ده هيبقى جزء في اجابتنا لماذا ساندرا نشأت. عندك عروسه ليا؟ نفسي ابقى شقه عندي، نفسي اتجوز. بحلم يبقى جبنا احلى بيت. بحلم اني اتجوز. عايزين اتجوز. اقول لك عاوز اتجوز. المكان بتاعك يحصل ايه؟ مش حلم، انا موهوب يا شعر. بايه المصري؟ مصري يا استاذه، النيل ده، التراب ده، شايف التراب ده؟ اه. التراب ده احنا حلمنا ده. عم يقول يا مصر يا ام النيل، يا عم خش على النيل. يا مصر يا ام النيل بين الضلوع جو، مش معايا؟ مات النهار ابن الصباح فلا تقولوا كجماعة. لا انت طول ما قطراني بدولة مش هينفع. مصر كده حلو. بس المصر، مصر لو بقت كويسه كلنا هنبقى كويسين. لولا مصر ما كناش احنا تستمر، كل واحد يتم زعيم زلاوي. مصر جميله ليه؟ مصر جميله بالناس اللي فيها. وانت؟ وعشان الصاله اللي عملتها ونجحت فيها. وانت؟ مصر جميله ليه؟ ما طنطا مصر رجالتها شهامه. قلت له ايه؟ قول له انت يجاوب يعني على السؤال. تحلم بايه يا حاج؟ لما يكون بلدنا جميله والناس تحترم نفسها، المناظر ديت مسيئه، مش بتاعت بني ادمين دي. اي رئيس جديد يكون راجل صالح ويصلح من شان البلد. سلام عليكم يا حاج. الف سلامه. اوعى تزعل تاني صحتك بالدنيا. اللي هو على الكرسي ده هو الملك، بسوقها من عند ربنا. اي واحد اي واحد ينزل رئاسه وعارفينه تمام التمام يبقى رئيس. يعني تمام التمام يعني ايه؟ يكون نظيف، يكون ما عملش احزاب، يكون يعني ما عملش اي تفرق بين الناس. دي الشروط اللي المصريين حطوها في الحلم للفتره الرئاسيه الاولى، علشان كده كان واحنا بندور على اجابه لسؤال حضراتكم اللي طرحتوه، ليه ساندرا؟ ببساطه شديده لاحظتوا ايه؟ هي مش موجوده، لو صوتها موجود طول الوقت المصري البسيط هو بطل المشهد. يعني المواطن العادي، ايوه، اللي ممكن يتكلم بدون حسابات او بلغه غير رسميه، ايوه، ممكن يقول الجمله باقصر طريق علشان توصل على طول، ايوه. يعني ممكن يكون في الاطلاله المهمه لبدايه الولايه الثانيه تكون المطلوب ان الرئيس بعد 4 سنين من الخبرة على مقعد الرئاسة، هم سموه اللي يقعد على الكرسي ده يبقى ملك، والقرآن سماه الملك، هم قالوها كده بطريقتهم البسيطة في الفيلم. وبالتالي بعد 4 سنين لما وصلت له أحلام المصريين، إيه اللي اتحقق منها وإيه اللي ما اتحققش، واللي اتحقق واللي ما اتحققش مطلوب نعرف هيتحقق إزاي وبنأكد عليه. يبقى كده ببساطة جديدة ده حامل بريد المصريين البسطاء، مش النخبة، مش الخناقات السياسية، مش انت بتنتمي لإيه وما بتنتميش لإيه. هو عايز يتواصل معاهم، مع الشعب ده، مش عايز أماني تسأل ما بين السطور، ولا عايز غيرها يسأل بطريقته.
لانه عايزكوا انتوا ومش عايز حد تاني. تمام. هي بقى مع هذا الحوار اللي هو لو حطينا ما بين المادة المصورة، لان ده مش فيلم، وبزعل قوي من زمايلي لما يقولوا فيلم، ده مش فيلم. المادة المصورة اللي هي فيها المصريين بيقولوا بعض الاراء للرئيس، وهي جاية بين الفيلم الاول والمادة التانية بحضور ساندرا نفسه، ده هنا بداية الحل. ساندرا في الاول خالص قدمته لنا على مساحة خضراء عكس اللي احنا عارفينه. احنا دايما لازم نشوفه قاعد قدام دفاية شيك، اضاءة خافتة، مهندس اضاءة يقعد يفحلق ويعمل حاجات غريبة. ده الرئيس بقى يقعدوه قدام مكتب فخم. احنا شفناه والشمس طالعة، شفناه وهو بيتمشى غالبا في فندق الماسة. الدنيا خضار حلوة قوي. اللون الاخضر بيعمل ايه؟ بيهدينا، بيخلينا نبقى قادرين نشوف، قادرين نحس. شيل اللي انت حطيته ده، انا عايزه الشطات بتاعته وهو ماشي، مش الشطات وهو بيسمع الناس. ببساطه شديده الحضور في اللي احنا بنسميه حتى في اللغه بتاعتنا في الاوبن اير، يعني في مكان مفتوح، ده على طول بيحسسنا ان احنا كلنا شبه بعض، لان مفيش لا قلق ولا خوف. اتنين، ده مش قاعد على مكتب عظيم، ده قاعد قدام ترابيزة اجتماعات على الأغلب الأعم، لدرجة ان هم حاطين عليها بعض الأدوات اللي هو بيستخدمها زي الأقلام مثلا، زي وهي تختار على طول انها تنقلنا مباشرة من كل الأجواء دي، بان وهي بتتمشى معاه وهو لابس لبس مش رسمي، علشان تبقى الحكاية فيها هذا التباسط مع ناسه اللي هم ناس مصر. فتقول له تحب يعني اقول لحضرتك فخامة الرئيس كذا كذا، فيبدأ هو يقول لها لا، احنا هنتكلم مع عبد الفتاح الانسان. عشان كده اسمعوها، انا عايزاكم تعرفوا، لان انا يعني قعدت تابعت كتير قوي الناس بتتكلم على ان احنا قدام عمل ولقاء سياسي لا مفيش حاجه من دي خالص، احنا شايفين اوبن اير، لون اخضر جميل، ناس لابسه لبس بسيط، انسانه مش مهتمه ان الصوره تبقى متاخده في الكادر، في كسر لكل الامور اللي احنا متعودين عليها. بس الاهم ازاي هننزل بمستوى اللغه بعد الاستئذان، لان من حقنا نقول لا، ومن حقنا نبقى معارضه، ومن حقنا نختلف، بس على مسطره مكارم الاخلاق. ماشي حضرتك. طب معلش قالوا لي لازم الطقطقه، ولازم لازم الطقطقه تتحط. لا براحتكم خالص. الخاتم ده ايه يا فندم؟ معلش انا عايز اسال من اول لحظه قبل ما نشوف. الخاتم ده ايه؟ معلش بتعتز بيه على طول لابسه؟ في ليه حاجه؟ تاريخ 8 سنين شايفه ازاي؟ لو هكتبه في كتاب التاريخ. 8 سنين اللي فاتوا ولا 8 سنين ايه؟ اللي فاتوا. اللي فاتوا. هل نقدر دلوقتي مثلا نكتبها في التاريخ ولا لازم نستنى شويه؟ اديله ال 95 مليون دول؟ طبعا احاول بقدر ما استطيع. بتمشي على نهجه من غير ما تاخد بالك او في رئيس مأثر فيك؟ مين اكتر رئيس اثر فيك عصرته او سمعت عنه؟ طبعا بيبقى صعب جدا ان احنا نقتطع كل الجمل، لكن فكره التاكيد على الانسان، التاكيد على مفيش فخامه الرئيس في حضرتك، التاكيد على انه لو المراسم بتبقى عايزه الشكل بالشكل ده، فهو بيقول لها لا اتعاملي براحتك، شيلي حطي. ده كله بيقول ان احنا رايحين الى واحد، حوار للانسان عبد الفتاح السيسي وليس للرئيس عبد الفتاح السيسي. وعلشان كده هو النهارده بيقول بشكل مطلق انه بعد 4 سنين من استكمال كل مهاره وصعوبه اداره الدوله المصريه، الان آن الاوان ان افصح لكم عن جزء من هو
عبد الفتاح السيسي اللي انتوا طول الوقت بتسألوا عنه، مرة تسألوا عن علاقته بالمرأة، علاقته بالأم، الخاتم، انت الإنسان. المصريين لما بيحبوا حد بيحبوا يعني يدخلوا شوية في بعض التفاصيل، وعلشان كده الحوار ده ما كانش حوار سياسي، ده كان حوار للكشف عن من هو المواطن المصري عبد الفتاح السيسي اللي من الطبقة الوسطى، فيقدر يبقى مع الطبقة العليا والأرستقراط، حاضر بقوة مهاراته وعلمه وثقافته، ومع الطبقات الدنيا يعرف يكلمهم وباللغة بتاعتهم. علشان كده ده لا كان حوار مع مرشح رئاسي ولا كان إطلالة انتخابية، ده كان محاولة طمأنة المواطن المصري البسيط اللي في الأصوات اللي هتتنقله بعد كده، بيقول لا بلاش نتكلم، نتكلم انتوا التلفزيون، تلفزيون مصر بلاش يا عم تتكلم. فكرة تصدير الخوف، ما هذا جزء من أدوات أهل الشر علشان يرجعوا يعزلوا رأس الدولة عن قاعدته، عن الشعب. عشان كده المفاجأة الأكبر لحضراتكم هي رد فعله على أصوات الناس، طريقة تعبير الناس، والأهم والأخطر قد إيه كل التفاصيل دي هو كان على دراية واطلاع بيها.